سلام البنات، اخباركم؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم هانيه، كلشي مزيان. اليوم البنات عندي واحد الفصاله ديال واحد جوج كنقولوا كارديغون، عبايه، المهم هذوك اللي كيتلبسوا وكيتلبس تحت منهم الجين وشي تيشيرت من تحت ولا. المهم هادو ديال متتبعه ليا من هولندا، وجات الجده ديالتهم وجات لعندي، فرحت بها بزاف الحمد لله، وقالت لي صاوبي لي واحد جويجات بغيت نديهم للبنات بنتي ان شاء الله كادو، راه كتعجبهم الخدمه ديالك وعجبهم قفيطنات اللي كنتي درتي في رمضان وهذا. قلت لها مرحبا بكل فرح، وقلت علاش لا نشاركهم معكم طريقه الفصاله ديالتهم، ومنين غادي تخدموا غادي نصورهم لكم في اخر لا فيديو. دونك البنات بالنسبه البنيتات كاينه وحده عندها 4 سنين، يعني حنا غنديروا لها شويه وافيه، والبنيه الاخرى عندها 3 سنين. اخترت جداتهم انها دير لهم في البيض بجوجات نفس اللون، دونك خليكم تابعوا معايا نفصلوها ان شاء الله. بالنسبه للعبارات غنديروا مولات 4 سنين غنديروا ليها 93 سنتيم، ونخليو لها العطفه لتحت واش كيصور بعدا الفيديو اللي يدوز ويخليني ما صورت والو. المهم ناخذ الطول ديالنا اللي هو 93، ها هو، زائد العطفه نديرو لها 6 سنتيم هي 99. نتراسيو هكا بالنسطارة، نجيو لهنايا غادي ناخدو العنق ديالنا اللي هو 6 سنتيم، ننزلو بجوج للخلف هكا، وننزلو بستة للأمام. غادي تركب فيها واحد لابوند هنايا البنات، غادي نحاول نحيد من القدام، نحاول ننقص واحد سنتيم ونص لا ليزيغ، ونحيد سنتيم ونص بحال هكا. هاد سنتيم ونص البنات غنهبط بيه حتى لتحت حتى للاسفل، لان غندير لها واحد لابوند باش تجي الخدمه مفينيه، ونفس الخدمه اللي كنديروا للكبار نديروها حتى للصغار علاش لا. غنمشيو معاها هكا كامله من العنق حتى لتحت سنتيم ونص هكا، ولكن ردوا البال راه حنا دايرين الثوب على 4 باش هكا ما تقطعوش ليا الظهر حتى هو، يعني انا بغيت غنطراسي مي تقطع راه غادي نحيد الظهر عاده باش نخدم ديك الساعه الامام ديالي. دونك غنجي لهنايا عندي في الكتيفات 26، عندي 26 في الكتاف، النص ديالهم هي 13، ناخذ 13 ديالي هكا ونطيح الكتف ب 6 سنتيم، ديك 6 غادي نقصها من الكمام، نجي لهنايا نهبط ب3 نتراسي، الفصاله ديالها كتبقى عادي. انا خطو لي هونش اللي هو 38، درنا هنايا في الكتيفات درنا 19، حتى هنا غادي نهبطو ب 19 سنتيم ديال الخياطه هي 20، ولكن غنمشيو نكملو بها بحال شكل ديال ايفازي من تحت، غنعطيوها العرض لتحت شويه، ديروا لها 33 لتحت في الايفازي معاها هكا. نتمنى يكون واضح لكم الكخايم، بالنسبه لهنايا
هنا في الكم، في الدوره ديال الكم ديال هنا غادي نديروا ليها 16 سنتيم هكا. نقطع ونرجع معكم باذن الله. ها انتم البنات انا قطعت، بالنسبه لهاد الطريف اللي غيبقى ليا نخرج منه الكمام هنايا، ولا نخرج منه البانطات ديال الجناب. بالنسبه لهنا غنحاول نحيد الجناوح ديال الثوب حيت هي غتبقى محلوله. ثم نحيد الظهر ديالي واحد الظهر، دابا غادي نقطع هاد القدام هاد 2 سنتيم اللي هاد عفوا سنتيم ونص اللي خليت من هنا هي اللي غادي نقطع. نشعل يديا هاي حيتها، غنقور من هنايا بحال هكا باش ديك لابوند اللي غادي نركب غتركب من هنا. دونك دابا يلاه معايا نفصل الكمام. ها نتوما البنات الكمام حيد 7 سنتيم، 7 سنتيم اللي طيحت في الكتف ها هي، وكنعبر الكم عندي فيه 36 زائد 2 سنتيم هي 38 كنطراسي هنا، كنطيح بثلاثة كنطراسي هكا ثم غادي نجيب الطرف اللي عندي ديال الامام غنحطو هكا وناخذ القياس هو هذاك. بالنسبه لراس الكم ندير لها 12، كنجيب مسطره نلاقي ما بين هكا، نراقب دائما البنات هنايا الكم ديالنا. دونك دابا بقات لي الباندا نقطعها ونرجع معكم. ها انتما بالنسبه للباندا البنات شديت الثوب اللي عندي وطويته هكا على 2 وغناخذ القياس ديال الباندا وغادي نقطعها. دونك القياس ديال الباندا غندير فيها 4 سنتيم اولا ندير 5 بالخياطه، منين غادي تقاد غتخيط غادي تكون ناقصه غتجي غير 2 سنتيم اللي غادي تبقى باينه حيت هي غادي تتنى على 2، يعني الباندا البنات غتكف بحال هكا على 2. احنا كاع 6 سنتيم احسن. هانتوما البنات هادي هي لابوند، ها الأمام، دونك هادي غادي تخيط بحال هكا،
دي تجي الخياطه ديالها مدفونه. كاينش اللي شد معايا، بغيت نوريكم. المهم غتجي هكا وغادي تدور هنايا على الكول هكا، وتمشي تاني على الظهر ديال العبايه بحال هكا. غادي تجي هذه غتكون كامله هكا متنيه بحال هكذا. ان شاء الله ملي غتوجد البنات راه غادي نوريها لكم ان شاء الله. خليكم معنا. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال لي كارديغون اللي خدمنا اولا كيمونو. هادو كيجيو منين البنات كيتلبسوا مع الجين وشي تيشورت هكا بالنسبه للبنيات الصغار اولا حتى الكبار، وكاين اللي كتبغي تحزم عليه بمجدول كيجيو زوينين. هاد الموديل تخدم بليزيست خاص وبالحجيرات ديال السيبور في العوز في البلوروا في الزاج، جاو زوينين. ممكن تخدموهم حتى بالمهرس بصحتهم وراحتهم. وما يفوتنيش، بغيت نشارك معكم قفيطين ديال بنيه اللي صوبت لها ماماها على حساب عيد المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي. هو هذا اللي تخدم، هو في الفير وتخدم بالموف، وهذا قفيطين طويل وخدمناه بالتنبات. تنبات في الموزونة وفي المهرس في الموف وفي الفير والذهبي، جا زوين. المهم بنات لعجبكم لا فيديو عطيونا لايك وتابعوا القناة ديالنا ومرحبا بكم.